أنا في بداية الطواف استكمالي باقي مناسك العمرة لعن المرحومة الحاجة نجية عبد الله زحارقة معنا رحمه الله وأسكنها فسيح جناته. اللهم اغفر لها وارحمها وعافيها واعف عنها وأكرم منزلها ووسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم جازها بالحسنات إحسانا بالسيئات عفا وغفرانا. اللهم إن كانت نفسها فقدر في حسن الدار إن كانت مسيئة فتجاوز اللهم عن إساءتها. اللهم تقبل منها القليل وتجاوز عن التقصير. اللهم افتح باب السماء ويحيها وباب رحمتك وباب جنتك وجنتك رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك أنت تشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم ومن كتابها وهول حسابها ولين ترابها وألهمها حسن جوابها وطيب فراها وأكرم مثواها واجعل الجنة مستقرها ومأواها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أظلها تحت ظل عرشك وما لا ظل إلا ظلك ولا باقي إلا وجهك. اللهم اكتب اسمها على أبواب الجنة الثمانية. اللهم أبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وذرية خيرا من ذريتها. اللهم أدخلها الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل بكفة من كفرها. اللهم ادلها في قبرها مثل بصرها. اللهم انزل على قبرها الضياء والنور والحسنة والسرور. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. بسم الله الله أكبر. اللهم انقلها من ضيق اللحود والقبور ومراتع الدور ومراتع الظلمات القبور والسدر المخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.